طبعا هنتعلم الآن كيف ممكن احنا نضيف صور ونضيف صفحات من ملفات أخرى في ملف PDF أو برنامج سايت أدفانس PDF. طبعا من Object Image Insert ممكن أنا أضيف أي صورة موجودة عندي على سطح المكتب، بختار مثلا صورة معينة كنت يعني بصممها ومجهزها، وبالتالي ممكن أنا أحررها وأجهزها. ممكن طبعا أصغر الصورة، أحرك الصورة زي ما بدي. طيب الأمر الآخر ممكن أنا أضيف document document page insert from document. طبعا ممكن أنا من خلال ملف الوورد أصمم واجهة معينة بألوان بكل إشي بكل التفاصيل بتاعتي، بعدها إيش بقول له insert from document، سواء insert from document جاهز أو كذا. ممكن نعدل الملف عن طريق اختيار مثلا ملف عندي هنا، ملف تحليل، سأقول هنا تحليل المحتوى، ملف تحليل المحتوى، نموذج تحليل المحتوى. طبعا بيعطيني هنا مجموعة من الخصائص، بدي أضيف كل الصفحات ولا صفحة معينة. أقول له مثلا كل الصفحات أضيف لي إياها، طبعا من واحد لثلاثة، ثلاث صفحات يعني أضيفها كلها، أقول له all page، حدد صفحة واحدة أقول له من واحد لواحد، مثلا الصفحة الأولى فقط أو من اثنين لاثنين عشان الصفحتين، بقول له كله. طبعا بقول لي افتر ولا بيفور، افتر او بيفور الصفحه هذه اللي انا موجود عليها صفحه واحد من واحد، قلت له بعديها هيجي افتر، هتيجي الصفحات الثلاثه بعدها بيفور. اذا كان عندي صفحه عنوان احطها قبليها، بقول له بيفور لصفحه واحده مثلا معينه او كذا. طبعا فيرست، طبعا هذا الفيرست مربوطه بالبيفور، بقول لك بيفور فيرست بيج قبل اول صفحه، او بيفور اخر بيج قبل اخر صفحه، او قبل او بعد طبعا صفحه معينه. فاقول له في الفيرست وقبل اول صفحه، بقول له اوكي. ملاحظ ان الصفحه الاولى والثانيه وهي الثالثه انضافت في البدايه، بعدها انضافت الصوره او الصفحات اللي بعدها. طبعا من ايضا الاضافات، ايضا ممكن انا اضيف دوكيمنت بيج دوكيمنت جديد او صفحه جديده من سيرت نيو، بحدد طبعا قبل او بعد افتر نفس السيستم، بقول له اوكي. تبدا بستخدم يوز الكرنت سايز على اساس هو الابعاد الموجوده في السايز نفسه، سايز الملف الخاص اللي انا بشتغل عليه. ايضا من الدوكيمنت ممكن انا ايضا اضيف بعض اضافات مثل الواتر مارك، مثل اضيف واتر مارك مثلا، اقول اد دوكيمنت اد واتر مارك. واتر مارك عندي طبعا مجموعه من الخيارات، ممكن انا اصمم واتر مارك خاص فيه واضيفه، او ممكن اختار الديفولت الويبلت ان الموجود من هذه المجموعه من واتر ماركس مصمم بالبي دي اف، واحدد ايضا ايش نوعها مثلا درافت او غيره، بختار مثلا درافت بصير عندي ايش واتر مارك معين. طبعا عندك اياه فور جراوند ولا باك جراوند، بحدد استخدمتها في الامام ولا في الخلف، طبعا بحطه في الخلف في الخلفيه، او عند فور فور جراوند. سكيل فيلت يعني مناسب ابعاده لنفس الصفحه، ما يخرجش خارج اطار الصفحه، خليه سكيل فيت. ايكون سوليد كامل يعني حسب انت مصممه مثلا درجه معينه من نحكي الرماديه، قديش نسبه الرماديه فيه او الشفافيه فيه. اذا كان بدك انت مصممه شفاف ومناسب تخليه سوليد، اذا كان غير شفاف انا ممكن اغير النسبه ل 75. طبعا ابلاي على مين؟ اي صفحه كرنت ولا اول بيج، تقول اول بيج كل الصفحات او الحاليه صفحتي او صفحات معينه، ممكن اعملها على اول بيج واقول اوكي، بيعطيني درافت لكل الصفحات وفت وكل شيء مناسب فيه.